فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل بالنسبة لتحية أو بالنسبة لركعتي الفجر؟ هل الأفضل أن تصلى في البيت أو في المسجد؟ الإمام يصليها في البيت، وأما المأمومون يتقدمون، يأخذون أمكنتهم من الصف وينتظرون الصلاة، أفضل لهم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.